كلاسيرا، متعة التعلم الذكي. حساب المدير. التقويم. يعد التقويم الوسيلة التي يمكن للمستخدم إضافة ومتابعة والتنبيه على تاريخ موعد أهم الأحداث داخل النظام، ويمكنك الانتقال إلى تبويب التقويم من الشاشة الرئيسية ثم اختيار تبويب التقويم، حيث يظهر التقويم هجري ميلادي، ويظهر فيها أهم الأحداث المضافة لك، ويمكنك النقر على الحدث لعرض تفاصيله، كما تستطيع عرض التقويم بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، كما يمكنك إضافة حدث في التقويم للمستخدمين عن طريق الخطوات التالية. اضغط على إضافة حدث. تظهر شاشة اكتب فيها عناصر الحدث ثم انقر تسليم.